متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، حيث يؤثر على المملكة منخفض جوي من الدرجة الثانية، الدرجة الاعتيادية وفقا لمؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. سيتبع هذا المنخفض الجوي الدرجة الثانية، وتعبر على إثر ذلك البلاد جبهة هوائية باردة عالية الفعالية مع ساعات العصر والمساء، تعمل على هطول أمطار رعدية غزيرة، كذلك حازخات من البرد في العاصمة عمان وعموم شمال ووسط المملكة. تسبق هذه الأمطار الرعدية الغزيرة مع ساعات الظهيرة تهيئ الفرصة تدريجيا لهطول بعض الأمطار بمشيئة الله تعالى، كذلك حال نشاط لافت في الرياح الغربية ونسب الرطوبة مرتفعة. نبدأ معكم توقعات المنطقة الشمالية بمشيئة الله، توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد، تكون هذه الأمطار منتظمة مع ساعات العصر والمساء وحتى ساعات الليلة القادمة المتأخرة إثر عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة، حيث تكون ذروة الفعالية الجوية في المملكة في المناطق الشمالية. تكون درجات حارة العظمى عصر هذا اليوم بحدود 13 إلى 15 درجة مئوية في عموم هذه المناطق، عدا مرتفعات أجرام الجرس تكون أقل من ذلك، في حين تهب رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة في مناطق بادية المفرق الشرقية. توقعات المنطقة الوسطى مشابهة لتوقعات العاصمة عمان، تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية، تكون غزيرة على فترات مرفقة بالبرد مع ساعات العصر والمساء، يسبق ذلك فرصة لهطول بعض الأمطار المحلية المتفرقة مع ساعات الظهيرة، أيضا أتربة مثارة متوقعة في بادية محافظة الزرقاء مع حدوث تدنن في مدى الرؤية الأفقية بفعل نشاط الرياح. المنطقة الجنوبية يكون تأثرها بهذا المنخفض الجوي أقل من شمال وسط المملكة، وأيضا أقل من المنخفض الماضي بشكل لافت، لكن تتهيأ الفرصة لهطول بعض الزخات الرعدية في مرتفعات الكرك، ربما تمتد إلى أجزاء متفرقة محدودة من مرتفعات الطفيلة وأشراء، لكن الفرصة أكبر كلما اتجهنا شمالا صوب محافظة الكرك بمشيئة الله تعالى. هنالك أيضا هبوب للرياح النشطة متوقع في الطرق الصحراوية النافذة جنوبا وشرقا التابعة إداريا لمحافظة معان مع حدوث تدنن في مدى الرؤية الأفقية، لكن الفعالية الجوية هي بعيدة المنطرة بعيدة عن العقبة ومعان، ليس كما كانت في الحالة الجوية الماضية. توقعات شرق المملكة رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة في عموم هذه المناطق مع درجات حرارة تقريبا بحدود 20 درجة مئوية في هذه المناطق، ومع ساعات الليلة القادمة تتهيأ الفرصة في بعض مناطق البادية الشرقية والحدود العراقية لهطول زخات أمطار رعدية غزيرة نتيجة أحوال جوية غير مستقرة تنشأ في مقدمة لهذا المخرج الجوي فوق تلك المناطق المحدودة في شرق المملكة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.